وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف على الهواء مباشرة من المنامة سعادة النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سيد العرادي، بداية نرحب بك، وكما قلت بأن هناك اتصالات ومشاورات أيضا تتم حاليا في مجلس النواب لاتخاذ خطوات قانونية مناسبة ضد الحكومة القطرية بسبب دعمها للإرهاب في البحرين. هل لك أن توضح لنا إلى أين وصلت هذه الخطوات؟ شكرا جزيلا، مساء الخير أخ حسين، وتحية كذلك للسادة المشاهدين. أود قبل ذلك أن أشير إلى أن يعني المشروع القطري اليوم أصبح مشروع مكشوف، وأن يعني رغبة قطر في إثارة الفوضى الخلاقة وتنفيذ أجندات بعينها عبر استراتيجياتها التي تأخذ مرة شكل إعلامي ومرة شكل سياسي ومرة شكل أمني، وكذلك ضلوعها في دعم الإرهاب أصبحت يعني مكشوفة، وأن يعني ما كشفته السلطات البحرينية مؤخرا يدل على أن هذه السياسة يعني أصبحت ليست لا تتدخل فقط يعني في شؤون البحرين، ولكنها تريد أن تنفذ أجندات في دول أخرى، مصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها. ويجب علينا أن نتخذ إجراءات قانونية، لأن قطر تورطت بالفعل وبشكل صريح وبشكل مباشر في دعم تلك الجماعات الراديكالية. طبعا كنائب في مجلس النواب أطلقت دعوة إلى تشكيل لجنة، هذه اللجنة تكون لجنة مركزية تعمل على تلقي الشكاوى، تعمل على النظر في حجم الأضرار التي يعني ألحقها دعم الإرهاب لمملكة البحرين للمواطنين وللمقيمين، وكذلك رصد الخسائر التي يعني نتجت عن تلك عن تنفيذ تلك السياسة وتلك الأجندة. إلى أين وصلنا؟ يعني في مجلس النواب نبحث اليوم آليات نقوم بها نحن في السلطة التشريعية، وفي نفس الوقت طالبنا السلطة التنفيذية بضرورة التحرك على الصعيد القانوني لمواجهة أجندة قطر. أود هنا أن أشير يعني في عجالة إذا أذنت لي بأن لا يعني الدول اليوم لا تعيش بمعزل عن بعضها البعض، يوجد هناك قانون دولي وهناك مواثيق دولية يجب على أي دولة أن تحترمها لتكون دولة بالفعل، وقطر خالفت كل هذه المواثيق ابتداء من ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في مادته الأولى، ويعني هذه المادة تحدثت عن مقاصد الأمم المتحدة، تحدث عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي لم تحفظ ذلك. وكذلك المادة الثانية التي ألزمت هيئة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بحسن الجوار وتنفيذ التزاماتها، قطر لم تلتزم، وغيرها من المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وهي كثيرة. كذلك قطر خالفت ميثاق جامعة الدول العربية الذي نص صراحة على أن الغرض من إنشاء الجامعة هو تثبيت الروابط والعلاقات بين الدول العربية وتوطيدها، ونهى هذا الميثاق الدول من أن ترتكب أي جرائم وأن تتدخل أو تقوم بأي اعتداء في حق دولة أخرى. طيب، ومع ذلك قطر لم تلتزم. وكذلك أشير إلى يعني في عجالة إلى اتفاقيات مكافحة الإرهاب، يمكن عددها اليوم وصل إلى 16 اتفاقية، قطر خالفت جميع هذه الاتفاقيات وقامت بتشجيع الإرهاب ورعايته وتمويله. طيب، الآن بعد الخطوات التي اتخذتها سيد العرادي في مجلس النواب، الجميع يعلم أن العبث القطري بالأمن البحريني وانتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية، هل من الممكن اللجوء إلى العدالة الدولية ضد الذين انتهكوا حقوق الوطن والشعب كأفراد؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، لأن جميع هذه الاتفاقيات قد وضعت آلية محددة بعينها تعطي للدول التي انتهك حقها والتي تعرضت إلى إساءة من قبل دولة أخرى الحق في أن تتحرك. وعلى سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة أعطى وفق المادة 23 من مجلس الأمن صلاحيات التدخل، ميثاق جامعة الدول العربية كذلك دعا المجلس للانعقاد الفوري واتخاذ إجراءات، النظام الأساسي لمجلس التعاون كذلك، والذي يعني تم إنشاءه ككيان إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف كذلك يوجد في حالية، وخاصة المادة 4 وغير ذلك. الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب نصت كل اتفاقية منها، والتي تعد بطبيعة الحال جزء من القانون الدولي، على آلية تعطي لكل الدول الحق أما أن ترفع قضايا
في محكمة الجنايات الدولية أو أن ترفع قضايا ضمن محاكم أخرى، وبالتالي يوجد لدينا الآلية ويوجد لدينا الكفاءة ولنا حق يجب أن نحصل عليه. نعم، إذن من المنامة سعادة النائب علي العرادي، نائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.